على وقع هتافات هيهات من الذلة وتحت رايات سوداء وشعارات المقاومة الإسلامية ولافتات تضمنت أقوالا مأثورة عن الحسين، شاركت حشود المسلمين الشيعة في إحياء يوم عاشوراء، فأقيمت مراسم العزاء الحسيني والمسيرات في مختلف المدن والبلدات. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان أحيا اليوم العاشر من محرم في قاعة الوحدة الوطنية في مقر المجلس، حيث دعا الحكام والأنظمة إلى الاقتداء بالحسين والابتعاد عن الكراهية. وفي العاصمة بيروت أيضا جابت مسيرة لحركة أمل الطرق الرئيسية وسط تنظيم اعتادت الحركة على القيام به في كل عام. وإلى الجديد في المتن الشمالي، حيث توافد الألاف من المواطنين الشيعة لإحياء مسيرة عاشوراء وسط انتشار أمني كثيف لعناصر من حزب الله. جبيل شهدت بدورها مسيرة عاشورائية شاركت فيها بعض فعاليات المنطقة. أما في بعلبك فكانت مسيرة وكلمة للوكيل الشرعي العام للسيد الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، شدد فيها على أهمية ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. وفي الخيام أقام حزب الله مجلسا حسينيا ومسيرة مركزية تقدمتها فرق اللطم الحسيني، ودعا فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إلى التمسك بالمقاومة في وجه العدو الإسرائيلي.